سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إزايكم حبيبي؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم بتشوفوا الفيديو بتاعي. النهاردة فيديو من سلسلة الفيديوهات اللي بنتكلم فيها عن فوائد الخضار والفاكهة. النهاردة إن شاء الله اخترنا نوع الخضار جميل إن شاء الله يعجبكم. بسم الله ونبدأ نشوف الفيديو بتاعنا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكرنب. يعد الكرنب أو المعروف باسم الملفوف أيضا من الخضار الورقية ذات القيمة الغذائية العالية، والتي تنتمي لعائلة الخضار الصليبية، ولطالما اشتهر بفوائده العديدة في مجال خفض الوزن وغيرها الكثير. من أهم فوائد الكرنب في خفض الوزن وفوائده الأخرى وأهم المحاذير الخاصة به فيما يلي. فوائد الكرنب في خفض الوزن: كثيرا ما ينصح باستخدام الكرنب للأشخاص الذين يرغبون في التخفيف من وزنهم بشكل صحي. يستكمل فوائد الكرنب في خفض الوزن الزائد بسبب خصائصه الآتية: أولا، توفر العديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة والعناصر الغذائية الأخرى. ثانيا، تشكيل الماء بنسبة حوالي 90% من مكونات الكرنب. ثالثا، قليل السعرات الحرارية، إذ أن 100 جرام من أوراق الكرنب تمد الجسم بما يقارب 25 سعر حرارية. رابعا، عالي بمحتواه من الألياف الغذائية مما يساعد على زيادة الإحساس بالامتلاء والشبع، وتناول كميات أقل من الطعام وخفض الكوليسترول الضار وتنظيم نسبة السكر في الدم. ومع ذلك يجب إدراك أن الكرنب ليس كاملا من الناحية التغذوية، لذا يجب أن يكون جزءا من نظام غذائي متوازن وصحي وليس المكون الرئيسي. وأيضا من فوائد الكرنب العديدة: تعزيز صحة الدماغ والقدرات الذهنية. لقد وجدت العديد من الأبحاث الأمور الآتية: المساهمة في حماية الأعصاب من التلف والوقاية من الزهايمر والخرف، إذ أن الكرنب يحتوي على تركيز عالي من فيتامين كاف واليود ومضادات الأكسدة. كما يحتوي الكرنب على مجموعة متنوعة من فيتامين ب، له دور كبير في المحافظة على سلامة الأعصاب وعملها. نمرة 2، تعزيز صحة البشرة. فالكرنب يحتوي على نسبة عالية من فيتامين د، يجعله فعالا في تعزيز صحة البشرة وتوفير الحماية من أشعة الشمس والمساعدة في التئام الجروح ومحاربة علامات الشيخوخة والتجاعيد وجفاف الجلد. ثالثا، السيطرة على ضغط الدم. فاحتواء الكرنب على البوتاسيوم العالي يساعد في الوقاية من خطر ارتفاع ضغط الدم الذي قد يكون سبب رئيسي للجلطات القلبية والسكتات الدماغية. فالبوتاسيوم له دور كبير في ارتخاء الشرايين وزيادة تدفق الدم والأكسجين. 2، السيطرة على ضغط الدم من الارتفاع. وكل 100 جرام من أوراق الكرنب الطازجة تحتوي على ما يقارب 170 ميلي جرام من البوتاسيوم. رابعا، تعزيز صحة العظام. إن احتواء الكرنب على العديد من المعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم له دور في تقوية العظام ونموها وتعزيز صحتها ووقايتها من هشاشة العظام. نمرة 5، مصدر ممتاز لمضادات الأكسدة القوية. فاحتواء الكرنب على مضادات الأكسدة القوية مثل فيتامين ج والفلافونيد يجعله له دور كبير في محاربة العدوى والالتهابات وتعزيز المناعة. الوقاية من بعض أنواع السرطانات مثل سرطان الثدي وسرطان القولون والبروستاتا. 3، تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم وتعزيز صحة القلب والشرايين. أما بالنسبة لقيمة الكرنب الغذائية، تعود فوائد الكرنب في خفض الوزن وغيرها في كونه يمتاز بمحتواه العالي من: أول حاجة معانا الكبريت والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز. تاني حاجة مجموعة مختلفة من الفيتامينات مثل فيتامين B1 وفيتامين B6 وفيتامين B5 وفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ك. وعلى الرغم من فوائد الكرنب في خفض الوزن وغيره، إلا أنه عند تناول الكرنب يجب مراعاة الأمور الآتية. نمرة 1، يجب الحذر عند تناول الكرنب من قبل الذين يعانون من أمراض مرتبطة بتخثر الدم. فالكرنب مصدر عالي بفيتامين ك الذي له دور في عملية تخثر الدم، وقد يؤثر على عمل بعض الأدوية التي يتناولها المريض. نمرة 2، يجب على مرضى الغدة الدرقية الحذر عند تناول الكرنب وعدم تناول كميات كبيرة منه، فبعض أنواعه تؤثر على عمل الغدة الدرقية وتؤثر على إنتاج هرموناتها بالشكل السليم. يعد الكرنب من الأغذية المسببة للنفخة والغازات، لذا يجب أن يحذر مرضى القولون العصبي الانتباه عند تناوله. وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا واللي اتكلمنا فيه عن فوائد الكرنب وأضرار تناوله.
يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.